أهلاً بكم، اسمي سعود، طالب في مدارس التربية النموذجية الريان المرحلة الأولية، وأحب أن أحكي لكم قليلاً عما أفعله في مدرستي. تقلني الحافلة المدرسية إلى مدرستي يومياً مع زملائي، وها أنا ذا أسلم على معلمي الذي يستقبلني كل صباح. يبدأ الطابور الصباحي في تمام السادسة والنصف صباحاً، وها أنا ذا أمارس التمارين الصباحية مع زملائي. ننصرف إلى الفصول في نظام وهدوء مع معلمينا. كون عملية جمع من خلال المكعبات. نتعلم عن طريق اللعب ونتعاون لننجز ما طلبه المعلم. ثم نذهب إلى غرفة مصادر التعلم لنقرأ الكتب والقصص ومختلف المعارف. وزع الأقلام الموجودة على السبورة إلى ثلاث مجموعات. عبد العزيز، ضف كمية من السكر. وفي مختبر العلوم أمارس التجارب ومعرفة الثانية. طبيعة الجسم والنبات والحيوان. حيث وتأتي الحصص المحببة إلى قلوبنا، حيث نمارس رياضة كرة القدم والسلة والتمارين الرياضية. وفي حصة اللغة الإنجليزية نمارس المواقف الحياتية ونحكي القصص المسلية. وفي معمل الحاسب وفي غرفة الفنية نبدع ونبتكر ونستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وها أنا ذا في نادي التربية النموذجية، أمارس الألعاب المسلية والسباحة وكرة القدم. وهذا طبيب المدرسة يطمئن على صحتي. في وجع؟ في وجع هنا؟ في وجع في البطن؟ طيب مسؤول. نقيس الحرارة، طبعا الحرارة أنتم عارفين الحرارة 37 طبيعية، فوق 37 كل مدرعة، ماشي؟ ينتهي اليوم سريعا، وها أنا ذا أغادر المدرسة مع علم وفير وثقافة ومعرفة. كم أحبك يا مدرستي، إلى اللقاء يا مدرستي.